مرحبا بكم من جديد في معالم المعرفة. تكثر في الآونة الأخيرة الحشرات وتكون أمرا جدا مزعج إن كانت متواجدة بكثرة في المنزل، وخصوصا منها البعوض والذباب والآثار التي يسببها للجلد بعد القيام بامتصاص الدم، بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في الحكة في المناطق التي يتم لسع تلك الحشرات فيها. اليوم سنقدم لكم أعزائي المشاهدين حلا طبيعيا وسحريا للتخلص من تلك الحشرات وإلى الأبد، فكل ما عليكم فعله هو متابعة هذا الفيديو حتى النهاية، وأعدكم أنكم لن تندموا على تجربة هذا الحل. ولكن قبل أن نبدأ، أتمنى من كل شخص زار القناة أن يشترك فيها وأن يفعل جرس التنبيهات حتى يصله منا كل جديد، وأن يضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الموضوع. فبطبيعة الحال نحن البشر نعيش في بيئات مختلفة، إلا أن الحشرات الطائرة بمختلف أنواعها تميل للعيش في المناطق الرطبة أين يكثر وجود الماء فيها، إلا أنهم حين يتكاثرون في المناطق العمرانية والسكنية يكون أمرا سيئا، وذلك لما تؤديه تلك الحشرات من إزعاج كبير للسكان. وأكثر هذه الحشرات المزعجة هي الذباب والبعوض والنمل، وليس فقط من أجل ما تؤديه من مضايقات للإنسان، بل قد تكون سببا في انتقال الكثير من الأمراض للإنسان، فقد تكون خطيرة على صحته، ولذلك وجب القضاء عليها والتخلص منها. وهنا حضرت لكم حلا طبيعيا للقضاء على هذا النوع من الحشرات. وكما تعلمون أنه في الأسواق توجد العديد من المنتجات المخصصة للقضاء على هذه الحشرات، إلا أن هذه المواد الكيميائية تعود علينا بالتأثير السلبي وعلى صحتنا كذلك، ولذلك فإن المنتجات الطبيعية تعتبر الاختيار الأفضل. فلنرى معا كيف يمكن أن نقوم بهذه المعالجة الطبيعية معا. ففي بداية الأمر يجب أن نحضر الأدوات والمواد المطلوبة، وهي على التوالي: نصف كوب ممتلئ بالزيت النباتي كزيت الزيتون أو زيت الصبار أو زيت الخروع، ونصف كوب من الشامبوا أي نوع، ونصف كوب من الخل المركز. ثم نقوم بعد ذلك بخفق تلك المواد مع بعضها البعض، ونتأكد جيدا من امتزاجها، ونقوم جيدا بتحريكها، ويمكن وضعها في الغرف التي تريدون القضاء على البعوض فيها، كما يمكنكم وضعها في بخاخات ورشها في كافة الأماكن التي يتواجد بها البعوض. كما تستطيعون أيضا استخدام هذا المركب الطبيعي الذي ليس له أي ضرر على صحتكم، وهذا بوضعه في حدائق منزلكم، وذلك للحد من تلك الحشرات، كما يمكنكم وضعه على الجلد أيضا. وبالإضافة لتلك الوصفة سأقدم لكم مجموعة من النصائح للتخلص من هذه الحشرات نهائيا. أول نصيحة: أنكم سوف تقومون بزراعة النعناع في حدائق منازلكم وغرفكم، كما يمكنكم استخراج العصارة من أوراقه بعد القيام بسحقها ورش تلك العصارة في أي مكان، فأعدكم أنها ستمنع وجود الحشرات في منازلكم. النصيحة الثانية: حاولوا زراعة شجر الريحان في بيوتكم أو غرسها في أصيص صغير ووضعه في شرفات غرفكم، ولن يدخلها أي بعوضة مطلقا طوال الليل. أما النصيحة الثالثة فإنه يمكنكم تعديل الوصفة السابقة في حالة ما إذا كانت حدائقكم كبيرة جدا، وهذا عن طريق وضع كوب من ماء البنجر بدلا من الخل، ويوضع في وعاء واسع، وبفضل رائحته النفاذة ستبتعد الحشرات عن منازلكم ولن تدخل إليه مرة أخرى. وفي الأخير نتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، فلا تنسوا دوما الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.